الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا. أنا لسه عايش في هجوم جماعة دواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرس، دخلوا بكام عربية مفخخة وهدوا المبيتات وهدوا كل النقطة، وأنا لسه عايش أنا أربع عساكر متمسكين بالتبة ومتمسكين بالأرض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا أي مصاب هنسيبه. بسرعة يا رجالة، أي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعية، إحنا لسه عايشين ومش هنسيب الأرض دي وعليها أي شهيد ولا أي مصاب. الله أكبر، لا نجيب حقهم لا نموت زيهم. الناس كلها رجالة تدعي للناس اللي هنا.